صباح الخير عليكم. ودايما بنسمع كثير من الناس بيقول لك خليه يجينا نووي. النووي ده ذاته شنو اللي بيجي عشان ما يكون طاقته سالبه عشان ما ينتهي مننا، ولا شنو ممكن نحن يكون نحوله لطاقه ايجابيه عشان ما نقدر نستفيد منها؟ كثير مننا كمان بيشتكي من قطوعات الكهرباء، والكهرباء مشاكلها في السودان عندنا مختلفه، هل نحن عندنا حلول بديله بتاع الطاقه عشان ما نقدر نستفيد منها ولا لا؟ نحن عندنا ضيف حيعرفنا على مشروع قد يكون قومي جديد، حنتابع من خلاله الايجابيات وبعض السلبيات اذا كانت موجوده. اهلا وسهلا بالبشمهندس ادريس خليل، مدير قسم تنميه القدرات النوويه بالاداره العامه للتوليد النووي. صباح الخير عليك. صباح النور ومرحبا بكل المشاهدين الكرام، ونشكر قناه الشروق على هذه الاستضافه، ونتمنى انه نقدر نقدم معلومات مفيده عن الطاقه النوويه والمشروع النووي السوداني. ان شاء الله ان شاء الله. اهلا بك باشمهندس ادريس خليل. لكن لما نقول طاقه نوويه ومشروع نووي بنلقى ناس كثيره يا رب النووي ده احنا ممكن نستفيد منه، خلينا نعرفه هو ذاته شنو بيعني لنا النووي او الطاقه النوويه. الطاقه النوويه هي انتاج الطاقه عن طريق التحكم في انشطار واندماج الذره، وبتستغل في توليد الكهرباء في المحطات الكهربائيه. والمحطات النووية هي عبارة عن محطات حرارية بخارية تقليدية زي المحطات التقليدية عندنا هنا في السودان، بس الفرق في مصدر إنتاج الحرارة، يعني هنا بيكون المفاعل النووي، وفي المحطات التقليدية اللي هي حرق الوقود عموما الفحم الحجري والغاز صحيح. والبترول وكذا. يبقى معناه هو طاقة بديلة. متين خلينا نشوف بداية استخدام النووي في طاقة توليد الكهرباء، متين احنا بدينا عشان ما نستفيد منه؟ والله عموما في العالم بدا النووي من الخمسينيات. نعم. اول مفاعل نووي كان تجريبي كان في الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1951، وتلتها روسيا في اول مفاعل نووي كان للاغراض انتاج الكهرباء للاغراض التجاريه، ده في 54، وبعد ذاك انجلترا في 56، ثم بعد ذاك تلتها معظم دول العالم الاول والعالم الثاني والثالث، وكل الدول بدات في البرامج النوويه. السودان بدا متين؟ السودان اول خطوة جادة كانت في البرنامج النووي السلمي السوداني كانت في 2007. نعم. وبعد ذلك اتعملت عدد من الدراسات لاعتماد البرنامج النووي السوداني السلمي لإنتاج الكهرباء. نعم. وكانت أول هذه الدراسات هي دراسة الجدوى المبدئية. نعم. وبعد ذلك خطة الطاقة القومية الخطة الاستراتيجية للتمدد في الكهرباء في قطاع الكهرباء. ودراسة الجدوى المبدئية كانت النتيجة حقتها انه يمكن ان يضيف السودان وحدات نووية، وهذا مجدي لإدخال الكهرباء الطاقة النووية في مزيج الكهرباء السوداني. بنلقى اي مشروع فيه صعوبة، كيف قدرتوا تقنعوا الجهات المختصة في انه مشروع الطاقة النووية مشروع ممكن يوفر لنا كثير من الامكانيات اللي احنا بنحرقها من اجل وجود الطاقة الكهربائية؟ طبعا الكهرباء الطاقة النووية عنده ميزات كثيرة، اهم الميزات الاقتصادية. نعم. لانه الطاقة النووية الان هي من ضمن الطاقات الارخص في العالم، لانه بنلقى تكلفة الوقود النووي قد تمثل نسبة بسيطة من الوقود الأحفوري وتكلفة الوقود الأحفوري اللي هو زي الغاز الطبيعي والفحم الحجري والبترول. الصور اللي احنا شايفينها الآن قد تكون في الشاشة هي صور لمؤتمر انتوا أقيمتوه كان؟ والله إذا ممكن تشوف معي الصور في الشاشة دي. دي كثير من الصور زي ايفنت او دي كان في جامعه الزحيم الاسهري. مشاركه من الاداره العامه للتوليد النووي باوراق علميه نشرت في مؤتمر جامعه الزحيم الاسهري. جميل. هنالك عدد من المشاركات اكيد مع المشاركات دي كان القرض منها شنو يا باشمهندس؟ انكم تعرفوا بالمشروع. المشاركه دي بالذات كان الغرض منها انه نعرف بالمشروع، و يعني
نوري انه نحن عندنا كوادر في النووي، يا سلام، ودارسين هندسه نوويه، وعندنا كوادر وخبراء على مستوى العالم موجودين، وفي السودان موجودين، وعندنا نحن ذات في الاداره العامه للتوليد النووي عدد من ابتعثنا عدد من المهندسين والباحثين درسوا حضروا في الهندسه النوويه في الماجستير والدكتوراه خارج السودان. شنو يا باشمهندس الممكن يخلي ليه يكون في مميزات عشان ما يكون في توليد من الطاقه النوويه اللي بنستفيد منها؟ والله الطاقه النوويه مهمه جدا خاصه في وضعنا نحن في السودان، لانه زي ما قلنا التكلفه الانتاجيه التشغيليه بسيطه جدا، وانتاج الكهرباء من الطاقه النوويه النووي يعني من اكبر المصادر بتاعت انتاج الطاقه، لانه لو لقينا اللي هو الوقود النووي المستخدم هو اليورانيوم، يعني لو لقينا 1 كيلو جرام يورانيوم ممكن يولد لنا طاقه تعادل 100 طن من الفحم الحجري. يا سلام، يعني دي حاجه كميه مهوله. صحيح. بعدين يعني بيحافظ لنا على الطاقه، يعني انت ممكن تخزن وقود نووي لمحطاتك بتاعت انتاج الكهرباء لمده تتراوح من 10 ل 20 سنه في غرفه صغيره، يعني انت ما محتاج كل سنه او كل شهر زي ما الوقود الحفوري حتقعد ترحل وتجيب. صحيح. من برا وتدفع تكلفه، ممكن تاخذ تخزن الوقود النووي بتاع 10 سنه في غرفه صغيره جدا يعني، وتستفيد منه وتاني يبقى ما حد كلنا في قطوعات بتاعت كهرباء يا باشمهندس. اكيد طبعا، دي حاجه يعني بتساهم، يعني التوليد النووي يساهم اسهام كبير في استقرار الكهرباء في اي دوله. يعني المشروع بطاقة الطاقة النووية لقى دعم من الجهات المختصة، من الحكومة، من الشركات والجهات اللي كانت هي ذات عندها شراكة معاكم في انه نجهز المشروع؟ والله اصلا عموما التوليد النووي هو برنامج، البرنامج النووي هو برنامج لازم تشارك فيه كل مؤسسات الدولة. جميل. وكان اول لجنة تنفيذية للبرنامج النووي السلم السوداني كانت في العام 2010 بمشاركة عدد من الوزارات، أو خلينا نقول معظم الوزارات في السودان، ودي واحدة من اللجان الرئيسية أو المؤسسات الرئيسية. جميل. في البرنامج النووي. بعد ذاك في مؤسسة برضو رئيسية مهمة جدا اللي هي السلطة الرقابية، والآن موجود جهاز رقابي وهو الجهاز الوطني الرقابي للأنشطة النووية الإشعاعية، وهو جهاز مستقل يتبع لمجلس الوزراء. بعد ذاك بيجي المالك والمشغل اللي هو حيكون مالك للمحطة النووية، حيشغل المحطة النووية اللي هو الآن وزارة الطاقة ممثلة في قطاع الكهرباء واللي هو الإدارة العامة للطاقة النووية. بعد ذاك في الدعم الفني الدعم الفني للمشروع النووي السوداني بيجي من هيئة الطاقة الذرية السودانية. نعم. بما انه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دارين نعرف علاقتكم بها، التواصل، شكل الدعم، شكل الحاجات، الدراسات اللي انتم عملتوها. والله الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي وكالة او منظمة غير حكومية. نعم. تحت اشراف الأمم المتحدة، وكانت اسس في 1957، والسودان عضو في الوكالة الدولية منذ العام 58. وعندنا علاقة كبيرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أهم ما أنه نحن نفذنا مع الوكالة الدولية تحت مظلة المشروع النووي السوداني. جميل. 8 مشاريع تعاون فني، من ضمنها الآن عندنا مشروع تحت التنفيذ وهو خاص بالبنية التحتية من 2020 لحد 2023، وعندنا الآن ورشة حتقام في الخرطوم. جميل. في من 13 ل 16 فبراير الجاري ده، عن المشاركة الصناعية اللي هي مشاركة الصناعات الوطنية في دعم البرنامج، في دعم المحطة النووية تشغيلها وكذا. يعني دي ورشة حتقوم، حيشرفنا عدد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من خلال رؤيتكم ودراساتكم وبحوثكم اللي عملتوها، متين نحن في السودان نقدر نستمتع بالطاقة النووية ونبعد من مشاكل الكهرباء؟ الليلة الكهرباء قاضعة، الأحياء مظلمة، حتى الحاجة دي تحصل ضرر على الشركات المنتجة، على كل القطاعات الممكن تستهلك كهرباء، عشان ما نحن نكون بلد في حال مرحلة بتاعت إنتاج دائم.
والله الطاقة النووية طبعا هو التوليد توليد الكهرباء. الطاقة النووية هو عنده عدد من المراحل اللي هي 3 مراحل حسب انتوا ممكن الحاجة نقول في العالمية. اي مرحلة؟ نحن في نهاية المرحلة الأولى وبداية المرحلة الثانية. طيب ده خبر كويس. نحن عندنا من أهم الحاجات اللي أنجزت في المرة في الفترة السابقة عندنا تنفيذ بعلسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية اللي هي المراجعة المتكاملة للمرحلة الأولى للسودان، كانت في 2017 تقريبا، والسودان يعني قطع شوط كبير في المرحلة الأولى. عندنا بعض الحاجات المفروض نكملها عشان نخش المرحلة الثانية، والاستفادة من الكهرباء من الطاقة النووية تحتاج لتطوير في البنية التحتية، وفي حاجات نحن وصلنا فيها مراحل متقدمة، وإن شاء الله خلال الفترة الجاية متفائلين لنا؟ أكيد إن شاء الله. من خلال مشروعكم حسيت إنه في تفاؤل في ممكن يكون استخدام للطاقة النووية في السودان؟ أكيد والله في المستقبل إن شاء الله حيكون في استخدام للطاقة النووية إذا تطوير البنية التحتية مشى بالصورة المطلوبة، وأكيد النووي سيساهم في حل مشكلة الكهرباء في السودان، كذلك النووي عنده فوائد أخرى. حسنا أنا أقول لك ممكن يساهم لنا في شنو غير الكهرباء؟ تحلية المياه. وهناك محطات نووية مرفق معها محطات تحلية ممكن أن تحل مشكلة بورسودان، مناطق اللي ما فيها موية تحل مشكلتها جذرية في الموية وفي الكهرباء الاثنين. يعني بعد ذاك في مناطق خارج الشبكة العامة، يعني معظم أو خلينا نقول 50% أو حاجة زي دي خارج الشبكة القومية للكهرباء. في محطات صحيح في ولايات كثيره جدا الى الان ما فيها كهرباء يعني بسبب تاخرها. في محطات نوويه حديثه يعني ممكن تركبها في خارج الشبكه القوميه للكهرباء يعني لمناطق معينه. يعني هل توصيل الطاقه النوويه مفيدة. او لما انتم تكتفوا بتوصيل الطاقه النوويه بيكون نفس طريقه الكهرباء والاسلاك والاعمده والحاجات اللي احنا بنشوفها صعبه في انه الواحد يوصل كهرباء او تكون من ولايه لولايه مثلا؟ في انواع جديده من المفاعلات حديثه ممكن تركب مفاعل لانتاج الكهرباء في ولايه معينه وتكتفي بالولايه بدل توصل من المركز وحتى الولايه. يعني دي بتقلل لك تكلفه النقل الكهرباء، بتقلل لك حاجات كثيره. وعموما البرنامج النووي برنامج تنموي، يعني انت طالما خشيت في البرنامج النووي عندك عناصر بتاعت بنية تحتية مفروض تطويرها قبل تبني المحطة النووية، ودي زي الطرق والجسور والمواني وكده. في حاجات كثيرة انت مفروض، والصناعات المحلية مفروض تدعمها وتطويرها، وده بيجعل لانه النووي هو برنامج تنموي متكامل، يعني بتشترك فيه كل الوزارات وكل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. تقدم مشروعك حقيقة قومي، يعني ممكن قومي. حتى الإنسان هو يكون جزء منه وبيساهم في رفع مستوى دخل الفرد، يعني وكذلك يعني بيوفر وظائف كبيرة كيف جدا. كيف ممكن يساعد في مستوى دخل الفرد؟ النقطة دي مهمة لأي زول ممكن يتابعها. لأنه البرنامج النووي إنك بيوفر وظائف كبيرة جدا يعني، وغير أنه بيوفر وظائف في المحطة النووية مقابل كل وظيفة عالميا، وقابل كل وظيفه في المحطه النوويه عندك 10 وظائف في المؤسسات الدوله الاخرى. لان انت تحتاج تطوير في البنيه التحتيه صحيح. عندك متابعين مراجعين. ايوه اكيد، يعني عشان كده نعم. يعني بيكون في نسبه العماله ممكن تزيد لنا تزيد كثير، وممكن يساهم في توظيف عدد من خريجات جامعات والمدارس الفنيه و يعني الجانب الفني في المحطات النوويه والمدارس الفنيه والتقنيه مهمه جدا، يعني بنلقى عدد كبير من الفنيين والتقنيين. جميل، ده مشروع صراحه ممكن اي زول يكون اخذ وقفه في انه كيف يتم تنفيذه ومتين يتم تنفيذه. لكن يا باشمهندس خلينا نشوف الدراسات والخطوات برضو كمان اللي تمت في مشروع الطاقه النوويه السلميه. والله عندنا منذ بدء المشروع من 2010 وحتى الآن تمت العديد من الدراسات والخطوات، أهمها قلنا دراسة الجدوى المبدئية. أي مشروع لازم يكون فيه دراسة جدوى صحيح، ودراسة الجدوى المبدئية بينت أن السودان ممكن يدخل المجال النووي، يدخل التوليد النووي في مزيج الطاقة. بعد ذاك اتعملت دراسات أولية
مسح أولي للمواقع اللي ممكن يكون فيها محطة نووية. الحاجة الثانية عندنا خارطة طريق لبناء المحطة النووية الأولى في السودان اتعملت. كذلك المحطة ممكن تكون وين ذات نفسها يا باشمهندس؟ في محل معين ممكن تكون المفروض تكون بعيدة من المباني من المدينة ولا وجودها ما بيأثر؟ لا وجودها ما ذات تأثير كبير. عندنا يعني هي عموما المحطات الكبيرة لازم تكون قريبة من مصدر بتاع موية للتبريد يعني. عملوها في شارع النيل طيب. دي وبعد ذاك المفاعلات الصغيرة دي ممكن يعني تتعامل في أي مكان يعني. أيوة. لأنها ما بتحتاج في أنواع ما بتحتاج تبريد بتاع موية كثير يعني. الطاقة النووية احنا دائما عندنا الناس بيقول لك الطاقة النووية هل عندها أضرار، عندها مساوي، عندها سلبيات ممكن ولا إيجابيات أكثر؟ والله عموما حسب تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الطاقة البرامج النووية السلمية والمحطات النووية السلمية لإنتاج الكهرباء من أكثر المرافق أمنا وأمانا. كويس طيب. لأنه بيكون في تحديث مستمر للتصاميم بتاع المفاعلات النووية وتدريب وتأهيل مستمر للكوادر البشرية الشغالة في المحطات النووية عشان تتلافى الأخطاء والمشاكل اللي بتحدث يعني. بس الأجيال الجديدة في المفاعلات النووية أجيال آمنة جدا وذات مستوى عالي من السلامة والأمن. باش مهندس المفجرات النووية دي تبعكم ولا ده كلام بتقال بتاع ناس في إنه خلي يجينا نووي؟ شنو هل ده ذاته من خلال الطاقة النووية؟ البرنامج النووي السوداني برنامج سلمي لإنتاج الكهرباء فقط. نعم. أكيد طبعا في برامج أخرى لكن البرنامج النووي السوداني هو البرنامج النووي السلمي السوداني. نعم. لإنتاج الكهرباء فقط. يبقى ما عنده أي أضرار ولا أي نوع حتى للعاملين الناس اللي بيشتغلوا من خلال في حاجات كثيرة الناس لما تشتغل فيها بيكون عندها ضرر حتى للعمال الموظفين لازم يكون في وقاية. هو في حالة التشغيل العادي ما في يعني انبعاثات أصلاً. ولكن عموماً في العالم يعني الناس الشغالين في المحطات النووية عندهم فحوصات دورية. لأنهم أكثر تأثراً ممكن يكون للإشعاع. هو ما في تأثر. إحنا أنا واحد من الناس دخلت محطة نووية و كونك تدخل مرة فرق من إنك تشتغل فيها بالسنين. يعني ما كان في ما يعني أنت بيعملوا لك مسح وكذلك كل فحوصات الاحتياطات دورية عموماً. لكن ما في التشغيل الآمن ما في انبعاثات أصلا. المحطات النووية صديقة للبيئة تصنفت في الفترة الأخيرة صديقة للبيئة. جميل. ولأنه ما في أي انبعاثات حتى الغازات اللي بتأثر في الاحتباس الحراري بتأثر في المناخ ما فيها. وفي الفترة الأخيرة بعد اتفاقية باريس للمناخ معظم الدول اتجهت للنووي أو للتوليد النووي. حتى في المنطقة حولنا هنا عندنا الإمارات عندها محطة نووية دخلت الخدمة من 2021 الآن مربوطة بالشبكة. مصر جمهورية مصر العربية الآن عندها محطة تحت التشييد يعني شغالين فيها بنيان فيها 4 وحدات روسية. وكذلك السعودية بدأت البرنامج النووي بتاعها وغانا والنيجر ونيجيريا تونس الجزائر عدد من الدول العربية والأفريقية الآن في بدأت برامجها النووية في مراحل مختلفة. نعم. وبعضها في المرحلة الأولى وبعضها في المرحلة الثانية وبعضها زي الإمارات الآن في مرحلة التشغيل. باشمهندس ممكن يكون المشروع للطاقة النووية مشروع كبير محتاج دعم، من وين ممكن تجد دعومات عشان ما يقوم هذا المشروع؟ واحدة من ميزات الطاقة النووية إن الدول المصنعة للتكنولوجيا النووية عندها بتطرح فرص بتاع التمويل والسودان عنده اتفاقيات مع عدة دول منها يعني. لذلك السودان عنده فرصة إنه يتحصل على تمويل من واحدة من الدول المصنعة للتكنولوجيا النووية. محتاج صرف كبير يا باشمهندس عشان ما يكمل المشروع؟ أكيد طبعا المشروع النووي مشروع قومي محتاج دعم من الدولة محتاج الحصول على تمويل من واحدة من الدول المصنعة للتكنولوجيا. والسودان عنده اتفاقيات مع عدة دول منها وقع اتفاقيات على مستوى الحكومات مع عدة دول وده بيأهل السودان إنه يقدر يحصل على تمويل لبناء المحطة النووية الأولى في السودان.
باشمهندس انتوا في الفترة دي في مرحلة صعبة جدا بتستقبل وفود في وفد جايكم من الوكالة الدولية للطاقة النووية، متى حيصل الوفد؟ شنو من البنود الأساسية اللي بتتكلموا عنها؟ شنو الإضافة الممكن يضيفها هذا الوفد؟ الوفد ده جاي من خبر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن مشروع تعاون فني بين السودان و الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والورشة هتكون عن المشاركة الصناعية في بناء المحطات النووية، ودي واحدة من عناصر البنية التحتية المهمة للبرنامج النووي السوداني. جميل. قبل باشمهندس ذكرت من خلال الدول المجاورة لنا اللي هم استفادوا من الطاقة، نحن ممكن نعمل شراكات بيننا وبين الدول دي عشان ما نقدر ننفذ مشروعنا بصورة أسرع مثلا؟ والله أكيد، يعني أكيد ممكن، خاصة الدول العربية اللي تقدمت الآن في اللي هي في مراحل زي الإمارات في مرحلة التشغيل الآن، ممكن نستفيد من تجربة الإمارات. أكيد جمهورية مصر العربية الآن في المرحلة الثانية في التشغيل، مصر هي أقرب لنا، نحن ممكن نستخدم نجذب منه، ممكن نجذب منهم طاقة. والله أكيد في ربط بين مصر والسودان، وواحدة من أهم عناصر البنية التحتية هي شبكة الكهرباء، يعني في للدخول في المحطة النووية عندك لازم تحسن شبكة الكهرباء، واحدة من الحاجات المهمة. يعني من خلال نظرتك باشمهندس ووقوفك على المشروع القومي الكبير مستقبل السودان لمشروع الطاقة الذرية أو الطاقة النووية، كيف بترى إنه ممكن نحن نستفيد؟ والله السودان في المستقبل إن شاء الله حيستفيد فائدة كبيرة من مشروع التوليد النووي، لأنه حيساهم التوليد النووي في استقرار الكهرباء وسد العجز بتاع الكهرباء، وكذلك قلنا في المناطق البعيدة المحتاجة موية بيساهم في تحلية المياه، وكذلك المناطق خارج الشبكة ممكن تتربط لها محطات نووية صغيرة تمدها بالكهرباء، والمشروع النووي بيساهم في نهضة الدولة عموما، هو مشروع استراتيجي قومي مهم جدا لدولة نامية كالسودان، حيساعدها كثير جدا في انها تطور نفسها من الصناعة والبنية التحتية عموما. يعني اذا قلنا لباشمهندس ادريس خليل رسالة اخيرة ممكن توصلها لكل الناس اللي بتتابعنا والناس المهتمة بتوصيل الطاقة او الناس المهتمة في انه نحن نكون من الدول ذات المتقدمة اللي ممكن نستفيد من الطاقة الذرية النووية؟ والله يا السودان ان شاء الله في المستقبل القريب يخطو خطوات حثيثة نحو اول محطة نووية، وتكون ذات فائدة على كل الشعب السوداني على كل المستويات الحياتية البنية التحتية من طرق وجسور كباري ومواني، وأكيد هذا حينعكس على المياه واستقرار المياه والاستقرار في الدولة عموما إن شاء الله. والله يا باشمهندس نتمنى لكم التوفيق والنجاح في مشروعكم، ونتمنى إنه المشروع يرى النور قريبا ونستمتع به ونحن كسودانيين كلنا، وتعملوا أنتم أكيد من أجل هذا الوطن. شكرا جزيلا لوجودك معنا عبر صباح الشروق، باشمهندس إدريس خليل مدير قسم تنمية القدرات النووية بالإدارة العامة للتوليد النووي، دي كانت استضافتنا.